مساء الإعلامية الخير. حبيبة قلبي ريهام عياد، حبيبتي وصاحبتي وأختي. حبيبتي يا ريهام، يا جميلة، أهلا ازيك وسهلا. يا حبيبة قلبي يا دعاء؟ انتي منورة الشاشة النهاردة. حبيبتي أحلى مكالمة دي، انتي عارفة انا بجهز للهوا دلوقتي ونازلة، قلت لازم اكلمك الاول. نورتيني يا ريهام. انا فرحانة ان انتي معايا، انا فخورة ان انتي معايا، يعني حبيبتي ان انا في قناة انتي فيها. حبيبة قلبي بجد، شكرا على كلامك الجميل العسل ده. لا انت عارفه انا بحبك قد ايه، اه ونفسي حبيبتي الناس والله. تعرف قد ايه انت شخصيه طيبه وحنينه وهاديه، انت حقيقيه. يعني انا عايزه اقول للناس حاجه يا جماعه، دعاء عامر اللي بتشوفوها على الشاشه ده مش شغل اعلام خالص، هي دي دعاء عامر بالظبط، وهي بتكلمنا في التليفون واحنا اصحاب جدا، هي دي دعاء عامر. كيوت وهاديه وتاخدني بالحضن، حضنها يعني كله دفى. فانا من قلبي بحبك، وان وانا شاء الله بحبك ربنا يوفقك يا رب وتبقي اعلى حاجه، وانا حبيبتي. سعيده ان انا معاكي. انا كمان سعيده بيكي وبنجاحك، ما شاء الله عليكي، يعني حبيبتي زي ما كنتي ناجحه قوي قوي على السوشيال ميديا، انت كمان ناجحه قوي قوي في التلفزيون، ودايما ناجحه في كل حاجه في حياتك يا حبيبه قلبي. وانت كمان احلى اخت وصاحبه وجدعه وجميله حبيبتي يا ربنا ريهام. يخليك يا دودو حبيبة قلبي، انتي حبيبتي نورتي وانا مبسوطة، وربنا يوفقك ويكرمك. وتحياتي طبعا للدكتورة نهى، طبعا منورة، انا الله بحبها جدا، يخليكي فبرضه سلميلي عليها. حبيبة قلبي. شكرا يا ريهام، شكرا يا روح قلبي.